صباح الخير مرة تانية. دلوقتي معادنا مع متابعة لمانشيتات وعناوين الصحف المصرية ليوم السبت 13/6/2015. هنتابعها النهاردة مع الصحفي الأستاذ أحمد الدريني. نهارك زي الفل. نهارك سعيد. الأول خلينا نتابع مع مشاهدينا مانشيتات وعناوين الصحف. أول خبر معانا من جريدة الشروق وبيقول الكونجرس يوافق مبدئيا على المساعدات العسكرية لمصر. من المصري اليوم مفاجأة، كاميرات المحافظة رصدت هجوم الكرنك كاملا. الأهرام شكري انشغال الرئيس داخليا، سامح شكري وزير الخارجية، انشغال الرئيس داخليا حالة دون مشاركته بالقمة الأفريقية. من الشروق الملياردير الإخواني يوسف ندى يطلق مبادرة لحل أزمة الجماعة. من الأهرام الناتو لن نتورط ثانية في الشرق الأوسط. من اليوم السابع سر تأخير الوقت بالموبايلات ساعة رغم إلغاء التوقيت. عودة للشروق مرة تانية، التحريات بتقول العاصمة تستقبل 15 حمارا مذبوحا من الفيوم اليوم. وآخر خبر معانا من أخبار اليوم، إلغاء معادلة التعليم المفتوح. نهارك سعيد أستاذ أحمد الدريني مرة تانية، صحفي الأستاذ أحمد الدريني. انا مش عارفه، انا اكتر حاجه قلقاني الحمير بصراحه. انا ممكن ابتدي بالحمير. نبدا بالحمير. هو الجديد في الخبر بس او اتوترت ولا تتخيل ان انا بطني قلبت، يعني انا مبقتش عارفه انا باكل ايه فين. ما انا قد اكون باكل حمير بقالي كتير ومش دريانه. قد بتفيد الشك في اللغه، فاحنا ممكن نشيلها. احنا في الاغلب حد غالبا اكيد بناكل حمير. هو اللي شفناه في تقارير امبارح او سمعناه في الاخبار امبارح هو ان اصحاب المجزر ده او المذبح دوت ان هو بيقولوا ان هو بيوردوا للسيرك القومي، مش لمطاعم او لفنادق او لجهات بتقدم اكل للمواطنين. ولكن تحريات النيابه، نيابه الطبيه في الفيوم، بتقول ان دول يعني حوالي 15 حمار يوميا بيتم توريدهم للقاهره، في حين ان الاسود بتاكل مرتين في الاسبوع. فمعنى ذلك ان في 5 ايام كل يوم فيهم 15 حمار، 5 في 15 ب 75، في 75 حمار احنا مش عارفين هم كانوا من نصيب مين بالظبط. ده كانوا كاتبين خبر ان هم كانوا بيوردوا لمحلات يعني في اتقال طبعا اتقال محلات شهيره، وفي محل من المحلات المشهوره رفع قضيه على موقع الكتروني قال ان المحل دوت بيستورد من المكان ده. بس احنا لحد دلوقتي الفيصل في الموضوع، يعني النقطه الفنيه اللي اثرتها النيابه ان الاسود بتاكل مرتين بس في الاسبوع، احنا مش عارفين وتيره وعدد الاسود في السيرك القومي بتستهلك قد ايه كل قد ايه برضو. يعني احنا محتاجين توضيح من السيرك القومي. هي نقطه مهمه اللي اثرتها النيابه. ايوه ان الاسود بتاكل مرتين بس انا مش عارف هم كام اسد في السيرك القومي بياكلوا بنظام ايه، بفترات غذائيه الفواصل ما بينها قد ايه. النيابه لفتت لنقطه تانية، هي ان المجزر او مكان الذبح نفسه في منطقه نائيه ومش قريب من اي منطقه سكنيه او مش منظوره مش مرئي، فدوت بيثير شبهات. رقم اثنين، هي وجهت للعاملين في المجزر دوت تهمه ممارسه مهنه الجزاره بدون ترخيص. بس كده؟ لا، ممارسه تهمه الجزاره بدون ترخيص وتوريد اللحوم، توريد لحوم الحمير. أيه. يعني هم لحد دلوقتي هم في نظر القانون وفقا للاتهامات اللي وجهتها ليهم النيابه هم بيوردوها المطاعم. او على الاقل هم يعني هم معذورين او مفهوم موقفهم في يومين بس في الاسبوع. انما الخمس ايام اللي كل يوم 75 حمار، 15 حمار فيهم، دول بيروحوا فين ال 15 حمار؟ في بطننا غالبا؟ الله اعلم. هما بيروحوا كمان، يعني هو وفقا للمنشور النهارده ان هما بيجوا، ان هما بيروحوا القاهره لوحدها. يعني هما ال 15 حمار على القاهره، يعني هو حتى ما فيش مش المنصوره حمارين ودمياط حمار ويعني. لا يعني هو كله برضه جاي على عصير. جالنا اكيد. يعني الله اعلم احنا صادفناه في ايه بالظبط. اكيد يعني. طيب نبتدي بقى نرجع لاخبارنا عادي ولا لاخبارنا عادي؟ طيب زي ما تحب. الكونجرس يوافق مبدئيا على المساعدات العسكريه لمصر. هو تمام، اقرت لجنه الكونجرس المساعده العسكريه لمصر بقيمه 1.3 مليار دولار، ودوت كان تم الاتفاق عليه في اول ابريل الماضي. وهي الفكره ان هو هيتم استئناف المساعدات العسكريه مع مصر، وهيتم الافراج عن 10 طائرات من طراز اباتشي. الفكره او التبريرات اللي ساقها الكونجرس في اعتماد المساعده العسكريه مره اخرى هو ان مصر بتحارب ارهاب وفي وضع محاربه للارهاب، وان مصر دوله مهمه في الشرق الاوسط ودوله مفصليه، وهي بحاجه الى دعم مصر في مواجهه الكيانات الارهابيه او الحركات الارهابيه في المنطقه كلها.
فتم سوق اسباب سياسيه للموضوع. تمام. ايوه. هو من البدايه والتقديرات من بعد حتى 30 يونيو او من بعد 3/7/2013 كله يكاد يكون مدرك ان الموضوع الشد والجذب هو في اطار مفاوضات سياسيه ومحاولات اذلال سياسي مش اكتر ومش اقل، ولكن الضروره العمليه على الارض. اذلال سياسي لصالح مين؟ لا، الولايات المتحده الامريكيه بتضغط على مصر. لصالح مين؟ لصالح الولايات المتحده نفسها وسياستها في المنطقه، هي عايزه كذا مش عايزه كذا، هي كانت بتنصر النظام الفلاني مش عايزه تنصر التوجه الفلاني او العلاني. وفي نفس الوقت احنا لما بنتكلم على الولايات المتحده ما بنتكلمش على رؤيه موحده او جناح واحد او كيان واحد متماسك. احنا بنتكلم عن بيت ابيض عنده تقدير وعنده قرار، عندنا البنتاجون اللي هو وزاره الدفاع عندها تقدير وعندها قرار. خليني اقول للبيت الابيض او الاداره الامريكيه، كان في تقرير خرج في نيويورك تايمز عن اداره اوباما بينتقد السياسات في مصر وبينتقد حريه التعبير في مصر، بينتقد ان مصر بتبتعد عن الديمقراطيه كثيرا، وبيقول ان في ممارسات ضد حريه التعبير وفي قتل او يعني حالات عنف بتمارس من الامن المصري ضد المواطنين. ده جاي في اوباما ادمنستريشن، الاداره اوباما. تمام. ده في نيويورك تايمز. وفي نفس الوقت بيختتم برضو الريبورت او التقرير بانه بيقول مصر دوله مهمه ومهمه للامن القومي الامريكي. ما احنا عندنا جزئيتين، فهو برضو يعني شجع انه يدوا لمصر المعونه في الاخر برضو. ما هو احنا المركب الامريكي عامل ازاي؟ او مركب قوي بصراحه. لا، الذهنيه الامريكيه هي حاجه براجماتيه او نافعيه. والله انت ما بتحترمش حقوق انسان، وانت عندك بيحصل اعتداءات على المواطنين، وعندك 1 2 3، بس انا مصلحتي تقتضي ان انا ادعمك عشان تحارب الارهاب. بالظبط. يعني هو هيجمع الاثنين. بالظبط، هيجمع النقيضين مع بعض، او على العكس تماما. الديباجه الاولى دي ديباجه استهلاليه اخلاقيه لا محل لها من الاعراب. لازم هيقولها. هيقولها عشان الشكل بتاعه بس قدام شعبه. وانت بتقمع الحريه وبتقمع كذا وبتقمع كذا، والموضوع يعني اصبح بقى يعني عادي لفرط ما هو مكرر. انت فيك وفيك وفيك، بس انا هديك الشحنات الاسلحه اللي انت محتاجها او اللي انت عايزها. يعني هي في الاول وفي الاخر كلام الاداره الامريكيه عن الانتهاكات الحقوقيه اللي في مصر هو لا يثبتها ولا يعززها ولا ينفيها، هو في امر واقع قائم. ولكن هو في النهايه انا فاهم ان هو مش معني بحقوق انسان، مش معني بالانسان خالص، مش معني باي عفريت ازرق، هو معني بمصلحته طبعا. والجزء الاول دوت ممكن نقول كده يعني حاجه كده زي حد بيجرب مايك دايما، 1 2 3 1 2 3. تمام. بخلاف كده هو رايح لهدفه على طول. طيب. انا هديك المساعدات العسكريه مش عشان خاطرك، عشان خاطر مصالحي انا في المنطقه. طب خلينا بقى نشوف مصر تحارب الارهاب بقى. عندنا هنا المصري اليوم بتقول كاميرات المحافظه رصدت هجوم الكرنك كاملا. طيب ايه؟ ما هو ده السؤال. احنا اتكلمنا قبل كده ان في من حوالي شهر ونص تقريبا ان هيبقى في مشروع لمراقبه مصر كلها بالكاميرات. هو دلوقتي بيقول لما فتش الجثث الارهابيين اللي نفذوا الهجوم الارهابي على الاقصر بص لقى معاهم تذاكر قطر بتفيد وصولهم للمحافظه في نفس اليوم. ولما رجع لكاميرات محطه القطر تم رصد المتهمين وهم داخلين. طيب ماذا بعد؟ ما هي الامن، فكره الامن والتامين مش عمليه تكنولوجيا بس، مش ديفايسز بس بحطها، مش بحط كاميرات مراقبه، مش بحط اجهزه انذار، مش بحط اجهزه رصد متفجرات عن بعد او رصد معادن. هي مش كده بس، في عنصر بشري، في تخطيط، وفي في فلسفه، في مهنه اسمها الامن. يعني الامن ده مش مجرد انك توقف واحد يفتش الناس اللي داخله. وهل فعلا ان هم عدوا بالاسلحه من ده السؤال التاني. تشيك بوينت يعني من نقاط التفتيش؟ يعني انت المفروض لما بتركب القطر من محطه رمسيس او من محطه الجيزه او اي من المفروض من المحطات القطار المفروض في بوابه تفتيش بتعدي من عليها. والمفروض البوابه دي عندها اجهزه المسح اللي على شاشات فرد الشرطه اللي قاعد بيشوف بيشوف الشنطه او الحقيبه اللي داخله قدامه فيها ايه بالظبط في محتوياتها. لما تدخل حقيبه فيها اسلحه وفيها متفجرات وما يظهرش يبقى انا عندي خلل في نقطه ثانيه كمان. طبعا. رقم واحد، يعني هو عدى من نقطتين تفتيش في محطتين قطر، محطه الركوب ومحطه النزول في الاقصر. طبعا. ربما يكون محطة النزول ما فيش تفتيش وانت طالع من المحطة، في تفتيش وانت داخل. أيوه. رقم اثنين، في عقيد شرطة هو التعامل بكفاءة مع الموقف، ولكن لم تتعامل الشرطة بكفاءة إلا بعد تنبيه سائق التاكسي اللي أقلهم لحد المعبد. فمعنى ذلك إن في نقطة تانية، إن هو برضو كان هيعدي من معبد الأقصر من تأمين نقطة تأمين معبد الأقصر سواق التاكسي شك فيهم. برافو عليه والله، ده هو المفروض ينضم بقى لقوات الأمن. يعني ما هو هنا التساؤل عن فكره
كفاءه قوات الامن؟ يعني هو ماشي، هو مضغوط، فرد الشرطه في الفتره الاخيره دي مضغوط وعليه مهام ثقيله جدا ومتوتر ومنتظر في اي لحظه رصاصه تجيله من اي حته او حد ارهابي يدخل في اي مكان، ولكن ده بيقتضي تعامل اكثر حصافه واكثر احترافيه. ولذلك احنا شفنا وزير الداخليه راح الاقصر واجتمع مع القيادات الامنيه، وشفنا رئيس الوزراء راح هناك. هو ده بيعكس خلل ما، خلل ما ان ثلاث افراد مسلحين ومعاهم متفجرات يعدوا نقطه امنيه في معبد الكرنك ومكملين داخلين على السياح من جوه لولا شك سواق تاكسي. فيعني انا كم مره المفروض ياخد مكافاه سواق التاكسي ده؟ والله ده عظيم جدا. هو طلب، هو الراجل طلب طلبين، هو طلب ان هو تساعده الدوله ان هو يجدد رخصته يا عيني، وطلب تاني مش عارف يدفع قسط على التاكسي او حاجه زي كده. لا والله بس كده يا عيني، يا عيني قد كده احلام بسيطه يعني للدرجه؟ مش قد كده، قد كده مصر قاسيه في فكره انك عشان تطلع رخصتك او تجددها انت احيانا محتاج واسطه او احيانا محتاج تراشد الراي العام بعد ما عشان تتدخل، يتدخل رئيس الحكومه عشان يجدد لك رخصتك يعني. طيب اوكي. وزير الخارجيه بيقول انشغال الرئيس داخليا حاله دون مشاركته بالقمه الافريقيه، وعدم مشاركه الرئيس سيسي في القمه الافريقيه خد بعد قلب على شائعات، يعني انه كل واحد بيطلع براي، يعني لا ده ما سافرش عشان كذا، لا ده ما سافرش عشان ماذا، ما سافرش ليه بقى؟ هنا ازمتي مع الخبر ده في حاجه، ان صياغه الخبر قالت ان شكري قال الكلام ده ردا على الشائعات المثاره حول عدم سفر الرئيس الى جنوب افريقيا. طب ايه هي الشائعات؟ ايوه لا في كلام بقى. ايوه ما هو ليه ما قلتش الشائعات اللي اثيرت؟ يعني بعض الشائعات المغرضه اتقال ان هو هيتم توقيفه في جنوب افريقيا، او انه هيتم معاملته على مستوى تاني على مستوى جنائي او 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 او, أو. ليه انت ما ذكرتش الكلام ده وتعاملت معاه بجديه؟ ليه انت تعاملت معاه ان هو في كلام وحش بيتقال؟ طب ما انت ما تقول لي ايه الكلام الوحش واتحضه بصوره منطقيه وعلميه، او يعني يطلعوا بيان. يعني هو مش طول الوقت، ما هو برضه عشان نكون منطقيين وواضحين، مش طول الوقت هيقعد يطلع بيانات يرد بيها على كل شائعه بتطلع، لان هو بيستهلك وبيستنزف في حرب اعلاميه واسعه. ولكن في نقاط جديه وفي شائعات جديه بتمس جوهر الدوله وصلب فكره مؤسسه الرئاسه نفسها او اجهزه الدوله الحاكمه نفسها، وبيتم التعامل معها بشيء من عدم الاحتراف في تقدير الشخصي. واحدة من الشائعات اللي انا سمعتها وما فهمتهاش الحقيقه انه اذا سافر سيتم توقيفه. ما هو انا ما فهمتش ده، انا لا ما فهمتوش اصلا ليه يعني. هو هيتم توقيفه دوت، يبقى احنا بنتكلم عن قرار صادر من هيئه دوليه قضائيه ضد شخص الرئيس متهم بشخصه. وهل في حاجه كده اصلا لجرم معين؟ هو السابقه اللي اعرفها في الموضوع دوت، او اخر سابقه مسجله لدينا على الاقل في العالم العربي، كانت الرئيس السوداني عمر البشير في 2008 لما المحكمه الجنائيه الدوليه برئاسه لويس اوكامبو طلعت امر توقيف البشير على خلفيه جرائم حرب، على خلفيه جرائم حرب في الحرب الاهليه في السودان، في حرب الشمال والجنوب. انه لو في حاجه زي كده مش هتبقى في السر، مش هتطلع من ورا الكوكب. طيب طب بس يعني انا لنا ان نعيب اداء الدوله في التعامل مع هذا الامر، ولنا ان نعيب الخبر. طيب الملياردير الاخواني يوسف ندى يطلق مبادره لحل ازمه الجماعه. تمام، احنا عندنا يوسف ندى ملياردير اخواني مشهور، مش ظاهر في الكواليس قوي، معروف لدى الجماعه جيدا ومعروف لدى متابعي شان الحركات الاسلاميه، ومعروف ثقله الواسع وتاريخه الواسع في تحريك الجماعه وفي تحريك التنظيم الدولي للاخوان. يوسف ندى من بدري بره مصر، والراجل بحسب ما هو واضح ان هو بيحاول يطرح مبادره عشان يحلوا بقى الموضوع اللي كبر جدا عن الكل. واضح ان مصر او النظام المصري حاليا ماضي قدما في التصعيد مع الاخوان بحالة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي للمفتي، بحالة أوراقه للمفتي على خلفية القضايا اللي هو بعض القضايا اللي هو متهم فيها. فواضح الموضوع بيوصل لحارة سد زي ما بيقولوا، فلازم يحصل تدخل تتخفف فيه الإخوان من بعض مطالبها وتدرك الأمر الواقع. هل في معالم ظاهرة للمبادرة؟ مفيش معالم ظاهرة خالص من الناحية المصرية، ولكن كل الحديث الذي يثار هو أن هناك توسطات من قبل القيادي الاخواني التونسي راشد الغنوشي، ومن قبل يوسف ندى، ومن قبل اخرين للضغط على الاداره، على النظام السعودي او على المملكه العربيه السعوديه، للضغط بدورها على مصر علشان تقبل نوع من المصالحه او نوع من التهدئه مع الاخوان. ولكن هل يوجد اي شيء من النظام المصري معلن في هذا الصدد انه هيتراجع او هيخفف او هيتعامل او هيحتوي؟ ما فيش اي حاجه رسميه صادره عن مصر. ولكن ما يرصد من هذا الخبر وبين تدخل يوسف ندى علنا وبطرحه مثل هذه المبادره، نقدر نستشف ان هناك ازمه عنيفه وهناك ارتباك وخوف عنيف في مفاصل الجماعه في مصر كلها، خاصه ان هو
يوسف ندى جوه التنظيم ملوش درجه تنظيميه مسماه وواضحه، يعني هو مش مرشد، مش عضو مكتب ارشاد، ملوش منصب مسمى بعينه، ولكن هو ليه ثقله التنظيمي اللي هو ابعد واقوى من المناصب. واظن ان الجماعه في هذه اللحظه بقت محتاجه تدخل ابعد من فكره هيكلها التنظيمي اللي هو مأزوم، وشفناه بينشق على بعضه بالزبط. وشفنا ازمات فيه في الفتره حتى اللي فاتت، الشباب الجيل الشباب الشباب والمسنين ومكتبين الارشاد محمود عزت ومحمود، هم ثلاثه اسمهم محمود مش متذكر والله، محمود عزت ومحمود مين تاني مش مشكله. ففكره يعني تنصيب محمود عزت او ان محمود عزت يبقى قائم باعمال المرشد وهو نائب المرشد وهو هارب في غزه وفقا لما يقال منذ 3/7 او قبل 3/7/2013. فاحنا عندنا جماعه منشقه تنظيميا وعندها ازمات تنظيميه، وفي نفس الوقت دلوقتي عندنا طرح بيجي من خارج مكاتب الجماعه والاطر التنظيميه بتاعتها المستقره عليها. تمام. فاحنا بنشوف ازمه عنيفه. اكيد. الناتو بيقول لن نتورط ثانيه في الشرق الاوسط، ليه؟ هو قال والله انا مش هتورط في الشرق الاوسط ما لم احصل على تفويض اقليمي والمنطقه مأزومه. واذا كان الحديث على إيه يعني؟ واذا كان الحديث عن داعش في سوريا والعراق فامريكا بتقود تحالف دولي هناك. إيه؟ ولكن الظاهر والبادي من كل دوت هو ان ولا الولايات المتحده وحلفها ولا حلف الناتو ولا اي طرف بره المنطقه او جوه المنطقه عنده اراده جديه لمحاربه داعش. يعني احنا مش قادرين نتلمس ان في شيء حقيقي وصادق لكبح التنظيم. يبدو ان الاطراف كثيره مستفيده بصور مختلفه لابقاء الوضع على ما هو عليه. يعني خسارات في اطار محسوب، مكاسب في اطار محسوب. انما هل هناك نيه حقيقيه من خلال العام الماضي كله من خلال الزنار المجري لانهاء هذا التنظيم او محاربته او لاكتساثه؟ لا يوجد ادنى نيه على الاطلاق، لا من الدول العربيه المشاركه في التحالف او غير المشاركه، ولا من المجتمع الدولي. هناك لغز ما في الموضوع. وفي تقارير طلعت من اكثر من جهه انه 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 امريكا ليها يد في صنع كائنات مثل ذلك. دي شبهات مثاره طول الوقت ولا ولا يعني لا شبهات مش شائعات، يعني شبهات بتحوط التنظيم طول الوقت. ولكن علشان نستوعب الموضوع بصوره دقيقه، احنا يعني ما فيش نظريه كامله تقدر تفسر اللي حاصل دوت، خصوصا طب امريكا عندها مصلحه في الابقاء عليه، طب عدد من الدول العربيه اللي مشاركه في التحالف وداعش على حدودها ليه ما بتتعاملش بجديه مع بالزبط. مع الخطر دوت؟ بالزبط. هناك لغز اقليمي ودولي في الموضوع. الموضوع معقد جدا. بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معانا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد الدريني، وبشكرك على متابعه صحافه اليوم، ونهارك سعيد. شكرا، نهارك سعيد. فقراتنا لسه متواصله معاكم وراجعين بس بعد الفاصل.